سما ماما ماما عصيصان شو حلوين عم بيدوروا حول سما مبسوطين. بعتقد أنا أنه ينعرض الفيلم بهذا المركز ويصير عليه حوار، بعتقد أنه من المسائل اللي كتير هامة هو خلق حالة حوار مهمة جدا، وبعض المفاهيم اللي كانت غايبة عن بعض الشباب اللي هي حول صناعة السينما الوثائقية، دورة مفهوم الحريات، مفهوم الفن، انطرحت هاي الأسئلة وتجاوب عليها، يعني خلقت مفاهيم حلوة، وكان حوار بالنسبة لي مهم ضروري يعني تكرس هيك حوارات بين السوريين. بلحظة الألم الفظيع والرعب من مشاهد الدم بعدها مباشرة وشوف انت عم تضحك. الفيلم أهميته بالنسبة لي تكمن بكونه يتجاوز العمل الإبداعي، لأنه بينقل حقيقة، بينقل واقع. يعني نحن أمام العمل الفني دائما عنا شعور أنه هذا فيلم، بينما هون نحن عم نشوف عم نقول هذا واقع، وهذا بيأثر فينا بشكل كتير كبير. هذه الفعالية هي جزء من نشاط البرامج الثقافية التي يعنى بتقديمها مركز حرمون للجالية السورية في قطر. تم اختيار هذا الفيلم، وهو فيلم من أجل سما للمخرجة وعد الخطيب، لاحتوائه على يعني كل الشروط الفنية لنجاح فيلم وثائقي يحكي قصة الثورة وسردية الثورة، ونحن معنيون تماما بالحفاظ على تقديم هذا الطرح باستمرار للجمهور السوري. لا تقلليش شعورك، الشي الوحيد اللي بدي اياكي تعرفي انه نحن قاتلنا مشان اهم شي بالدنيا، كله مشانك يا زلمه.